مساء الخير. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. قصيدة الحلاج التي سارت بها الركبان ليست للحلاج، نستقصي حقيقتها في هذه الحلقة من ضمائر متصلة. وفي أساطير الشعوب يحدثنا الدكتور موسى الحلول عن أساطير سد مأرب وانتقالها بين الشعوب والمدن التي هجرها أهلها بسبب جرذ ينقب في الجدار. وختام الحلقة مع توزيع جديد للأغنية التي ما زالت تزين صباحاتنا بالخير، يا فجري لما تطل. أما ملفنا الرئيس فنفرده اليوم للحديث عن حملات مقاطعة مشاهير السوشيال ميديا، تلك الحملات التي يضج بها العالم شرقا وغربا برؤية واضحة ومحددة أحيانا، وبفكرة الآلهة المصنوعة من تمر أحيانا أخرى، نصنعها ثم نأكلها. فمن صنع هؤلاء المشاهير؟ وهل كانوا في الأصل يقدمون محتوى ثقافيا أو معرفيا أو إنسانيا يستحق أن نرفعهم إلى تلك المكانة التي حازوها؟ ولماذا نطلب منهم اليوم مواقف جادة ونحن الذين تعاقدنا معهم على صنع وترويج التفاهة؟ لمناقشة الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي صانع المحتوى ومقدم البرامج بشر نجار، ينضم إلينا من مدينة ليون في فرنسا. مرحبا أستاذ بشر. يا هلا أستاذ ياسر، كيفك؟ شو أخبارك؟ والله مشتاق، أهلا وسهلا فيك عزيزي. الله يخليك، الله يخليك يا رب. على رأسي. اليوم موضوعنا الحقيقة مع بشر نجار موضوع على صلة كتير وثيقة فيك، كونك صانع محتوى وكونك الجهبذ، يعني أيضا أحد المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب عزيزي، ظهرت مؤخرا حملتان على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المشاهير بسبب مواقفهم من الحرب على غزة. حملة في الغرب وأمريكا وكندا تحت وسم بلوك أوت 2024، وواحدة في العالم العربي تحت وسم مقاطعة المشاهير. حتى نؤسس للحديث بشكل واضح، أولا، من هم المشاهير الذين تستهدفهم الحملتان برأيك؟ ما المقصود بالمشاهير هنا؟ لا يعني أنا برأيي مبدئيا أول شيء مرحبا مع حضرتك للمشاهدين. ثانيا، المشاهير أنا برأيي هن يعني أي حدا عنده وصول لشريحة كبيرة من الناس. متوقع بزمننا الحالي ما عاد في علاقة لموضوع الموهبة ضرورة يكون موهوب أو مطرب أو ممثل، أو يعني ممكن يكون بس بيطلع كتير قدام الكاميرا بشكل يومي على السوشيال ميديا فصار مشهور، وهذا بكافي يكون عنده ملايين متابعين. فهدول بتستهدف من هدول بتستهدف الناس اللي ما تفاعلوا مع اللي عم يصير بغزة. هلا بصراحة أنا برأيي أولا يعني خلينا نفصل برأيي لشغلتين، خلينا ناخذ مسافة لورا نشوف إنه ممكن يكون، وبالرغم من إنه ما أنا مقتنعين بسبب شهرة هدول الأشخاص، إنه أي شيء يبقي الانتباه لما يحصل في غزة حيا فهو جيد. يعني يعني حتى لو كنا نحن يعني قد يكون اهدف جزئي للحمله هي وانه نثير الانتباه من زاويه جديده اللي عم يصير بغزه ولا المواقف الاخلاقيه تجاه اللي عم يصير بغزه. فبس يعني بتوقع يعني الموضوع حنحكي فيه اكثر ان شاء الله. طيب خلينا نحكي عن الحملتين والفروق اللي بيناتهم. في الغرب كانت الحمله واضحه ومحدده المعايير، مقاطعة المشاهير الذين يناصرون ما يسمى إسرائيل في سرديتها أو ينفذون ويقومون بدعايات لشركات إسرائيلية أو مرتبطة بها، واضحة تماما بهذا الشكل. بينما الحملة العربية كانت غائمة وغير واضحة المعالم إطلاقا، أنا تابعتها بالحرف، بحيث أنها تدعو إلى تجريم كل مؤثر لا يتحدث عن القضية الفلسطينية ويتضامن معها. طيب يا أستاذ بشر، حضرتك أسست للموضوع، هل هذا منطقي ضمن سياق معرفتنا بمحتوى هؤلاء المؤثرين؟ مثل ما تفضلت أحيانا بيكونوا ناس ما لهم علاقة بأي محتوى، لا معرفي ولا أخلاقي ولا إنساني ولا أي شيء، فأنت كيف عم بتطالبوا بشيء أنت تعاقدت معه على خلافه؟
هلا مبدئيا يمكن والموضوع بحث عن بقايا، ما بدي احكي بيغلط بحدا، كل يعني كل واحد بيعرف حاله، ما بدنا نحكي بشكل سيء عن الناس، ما بعرفهم انا بالنهايه، بس بيجوز محاوله بحث عن الانسانيه جواتهم، ويعني غيري على انه طب انت انسان مشهور واصل بجوز لملايين وعشرات الملايين من الناس، كلمه منك ممكن توصل صوره. طبعا هو يعني مثل ما عم تقول تماما، وهي المشكله انه احنا ما بنشوف الموضوع على حقيقته برايي انا، هن عباره عن مثل المحل تجار وعم يجيهم زباين، والزباين هن دول المتابعين، فعمليه انه يحكوا كثير بسياسه بشكل عام، وهذا شيء شفناه للامانه حتى يعني بالموضوع السوري، بالقضيه السوريه، كثر الحكي بهدول القضايا بيخسرك متابعين. ما الخوف من يعني انت بتكون عم تفوت بمقامره حقيقيه، انك اذا حابب تحكي وتعطي مواقف بما يحصل بسوريا، ما يحصل بفلسطين، ما يحصل بالسودان، باليمن، باي شيء، مخيف غير محسوب. وهذا شفناه مع ممثلين حتى، وشفناه مع يعني من كل الاختصاصات من ناحيه المشاهير يعني. فهو موضوع في الغام برايهم، فشفنا بهالفوته يعني نحكي مره اذا اضطرينا، وين الترند رايح؟ يعني حرفيا هن تجار بياعين، اذا بنشوفوا الموضوع بوازنوا الموضوع بيفيدهم ولا بيأذيهم، وبيشتروا على هذا الاساس. ليش غائمه عندنا بلادنا العربيه وليش واضحه؟ هو للاسف بكل شيء يعني في عالمنا العربي مقارنه بالغرب، قد تكون المواقف اوضح واكثر حديه في الغرب، لانه سهل انك تاخذ موقف اصلا بالغرب، اسهل مو سهل، اسهل انك تاخذ موقف واضح بالغرب، ما في مستوى الخوف اقل بكثير يعني. عم نحكي خصوصا من ناحيه المواطنين، ما عم نحكي كمهاجرين او لاجئين او اجانب، عم نحكي كمواطن امريكي كندي اوروبي، عنده القدره انه يكون واضح اكثر، عنده القدره انه يعبر عن موقفه اكثر. عندنا نحن كالعاده، وبالاضافه الى سيطره كثير التجريم احيانا مثل ما عم تقول حضرتك، اللي انا بتوقع انه زياده هذا الموضوع، نتوقع مواقف مهمه وصلبه تماما مثل سؤالك، من ناس ما فيش عم نستنى منهم يعني. انا بستنى من سياسيين ايه، بس استنى من حدا كل يوم بيطلع بيشاركني تفاصيل حياته اليوميه بادق التفاصيل الممله، انه يعطيني مواقف ما بعرف ايش انا مهم موقفه بالنسبه لي، عدا عن انه نبحث فيه عن بقايا انسانيه يساعد فيها انه يوصل صوت المظلوم لا اكثر. طيب خلينا نتعمق اكثر في هذا الموضوع عزيزي بشر، وبدي احكي هون عن احقيه او منطقيه طلب الجمهور من المؤثر بهذه المواقف. عزيزي، العلاقة التعاقدية الضمنية غير المعلنة بطبيعة الحال بين معظم مشاهير ومؤثري السوشيال ميديا وبين جمهورهم قائمة في الأساس على نشر واستهلاك التفاهة، قائمة على إنتاج التفاهة واستهلاكها. هذه حقيقة يقر بها العالم كله، وكتبت فيها عشرات الكتب من قبل الفلاسفة وعلماء الاجتماع. فكيف الآن نطلب من مشهور ينشر المحتوى التافه أن يهتم بقضية سياسية أخلاقية، ونحن جمهوره في الأساس لا نريد ولا نقبل منه إلا بالمحتوى التافه أو المحتوى الترفيهي؟ يا أخي، أنتم تعاقدتم مع هذه المشهورة على أنها كل شهرتها أنها تطبخ في غرفة النوم، هذه كل شهرتها هي تطبخ في غرفة النوم، الأخرى تستعرض لكم أظافرها. طيب المشهور اللي عنده عشرات الملايين بشر من المتابعين، اللي مشهور بإبهامه فقط، إبهامه الغريب، هو يعرض فقط صورة إبهامه وعنده عشرات الملايين من المتابعين حول العالم، هذا شو بتطلب منه؟ أنت تعاقدت معه على شكل إبهامه الغريب، في هل الجمهور منطقي في هذا الطلب؟ للأمانة لا يعني. أنا برجع نفس النقطة اللي بلشت فيها، قد يكون من المفيد نضل نثير الاهتمام ولو بأصلا بحملة المقاطعة، حتى لو ما أخذنا منه شيء للمشاهير، لنضل ما يحدث في غزة حيا موجود في مثار عليه الجدال. هي واحد، اثنين أنا معك 100%، هو للأمانة أنا ليش مبسوط؟ لأنه أنا ما عندي فكرة عن اللي عم يصير كتير على فكرة. ليش؟ لأنه أنت بس ما تتابع هدول الناس كتير بيرتاح راسك، ما بتشوف شو عم يصير. هذا أحد أهم الأسباب، اللي هو أنه لا تتابع هذول الأشخاص، عم نحكي عن 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 الشعب، عن الناس، عن اللي متضايقين مثلا من موضوع المقاطعة. أنا ما تضايقت لأنه أنا ما بعرف شو صار يعني، ما دريت مين هذول الناس اللي أكلوا ماركات معينة أو عملوا دعايات لماركات تانية أو ما بيحكوا عن موضوع غزة، لأنه ما عم استنى منهم شيء ولا أصلا تابعهم. أول غريب أنك تتابعهم بالأساس، هذا صحيح لي. صحيح، لأنه أنا هذا 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 الغريب من الأساس بالنسبة لي، لأنه أنا ماذا ليه يعني، هل عندك وقت تضيعه بانك تشوف كيف ناس ثانيين عايشين حياتهم وانت عندك حياه تعيشها؟
يعني استعاره غريبه بصراحه، بس انه طبعا لا يعني ما لازم نستنى منه شيء، بس هو يعني انا بتوقع انه النكش او الحركه شيء حلوه مفيده، لانه ما فيها شيء من فعلا المزاوده بشر. فيها طبعا، بس خلينا ولكن نحكي كثير من الصراحه عزيزي، اليوم طبعا اليوم هل كل الشعب العربي او معظم الشعب العربي فعلا متضامن ويعيش هم حقيقي ازاء واتجاه ما يحدث في غزه؟ ما هدول اللي عم بيتابعوا التافهين هن مثلهم، هن بدهم نفس المحتوى، هن بدهم نفس المحتوى، هن عم بيطلبوا هذا المحتوى. انت جعلته مشهور لانه يقدم محتوى تافه، اليوم عم تنقلب عليه. هذا اللي بيتصرف بوعي كامل استاذ ياسر بصراحه. نحن عم نحكي كمان عن اطفال، عن مراهقين اللي هن بشكل السواد الاعظم من المتابعين لهدول المؤثرين، يلي هن احيانا يعني هذا المؤثر يعني ممكن بكلمه ايجابيه منه فعلا، ولو انه برجع بقول انا ما عم انتظر منه الكلمه الايجابيه، بس يمكن اللي عم يطالبوه بهي الكلمه الايجابيه او المقاطعه او باتخاذ موقف ممكن تاثر على تكوين او اتجاه هدول المراهقين لقدام. بنرجع بنقول يعني المشكله اكبر من هدول المؤثرين، والمشكله اكبر من هدول المراهقين. انا للامانه المؤثرين العرب خصوصا واللي كثار منهم سوريين، يعني توصلت الى قناعه انه هن من فرقه الناجين، بس من فرع السوشيال ميديا ما لها علاقه بفرقه الناجين الاصليه. انا بالنسبه لي ليش نجو، ليش بعتبرهم ناجين؟ انا ناجين بالنسبه لهم طبعا، هن يعني مفهومهم انه انت كشخص سوري خصوصا قدامك طريقين، كان يعني خصوصا بعمر المراهقه او بدايه الشباب، يا اما بتفوت بالطريق الكلاسيكي اللي هو دراسه وشغل او مهنه او كذا، وكسوري فرصك اقل باي بلد ثاني بسوريا او خارج سوريا للاسباب اللي كلياتنا بنعرفها، او هدول الناس جربوا يعملوا شيء على السوشيال ميديا، فيديو رقصوا قدام كاميرا، شاركوا مكياج قدام كاميرا، عملوا نجحوا، وبالتالي صاروا متمسكين باي شيء بيخليهم يزدادوا شهره، هو جوع للشهره لانه عم ينتشلهم من الواقع الموازي اللي شايفين فيه باقي السوريين الناس الثانيين، نحن اللي عم نعافر لحتى نطلع، وبالتالي مستعدين يعملوا اي شيء اي شيء لحتى يضلوا عم يطلعوا لفوق او مستمرين على نفس المستوى. ومن هدول الاي شيء هو عدم اتخاذ اي موقف انساني، بنرجع بنقول وليس يعني نحن عم نتفاجئ فيهم بغزه، ما احنا شفناهم قبل مواقف ثانيه، ان كانوا ممثلين ان كانوا مطربين، انا ما عم نحكي بس على مؤثري سوشيال ميديا فقط من الجيل زد مثل ما بيسموه يعني جين زي، لا عم نحكي عن ممثلين قدماء وكبار وفي ناس اعمارهم كبيره لا تاخذوا مواقف باتجاه كثير قضايا اساسيه ومهمه ببلدهم حتى. صحيح. فأكيد ما حنستنى منه نحن، ولكن نرجع منقول نحن للأسف بما أنه الجيل الجديد الجين زي نفسه اللي هن أعمارهم بالطعشات حتى أصغر أحيانا ممكن يكونوا بيسمعوهم، فقد يكون إثارة الجدل حول الموضوع حتى لتنبيه هدول المراهقين أنه الناس اللي بتبجلوهم أنتوا بتحبوهم يعني مو كتير ظريف الوضع، أنه في قضايا أوضح من قضية غزة ضل يعني ما عم ضل بلا قضية سوريا بلا قضية السودان، تقول لحالك إذا من بعيد عم تتفرج اقتتال داخلي كذا، في أوضح من قضية غزة وما عم يأخذ موقف، فيعني قد يكون التنبيه إلى هذا الموضوع مفيد قد يكون. طيب عزيزي النخبي، نأتي إلى النخبي المثقفي، هو اللي أطلقت الحملة في العالم العربي، كل يوم النخبة تردد لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، تعرف هاي المقولة دائما كل يوم بنقرأها والنخبة بتأكدها، لا تجعلوا من النخبة أو من الحمقى مشاهير. كيف الآن يطلبون من أولئك الحمقى مواقف أخلاقية كبرى؟ هنا أريد أن أتحدث عن جزئية انفصال النخبة عن المجتمع مرة أخرى، يعني لأنه المثقفين والإعلاميين هم الذين أطلقوا هذه، علما أنه بشر وأنا يعني دائما أحب أن أسمي الأشياء ونواجه أنفسنا، اللي حصل بالجامعات الغربية وكان تأثير هو الأكبر في قضية غزة أكبر من الأحداث السياسية حتى، لم ينتقل إلى جامعاتنا العربية، يعني تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنتم ما كنتوا فاعلين إلا على السوشيال ميديا علما بإمكانكم تعملوا أكثر، لكن أيضا الخوف منعكم، فالآن لماذا تطلقون هذه الحملات، هذا الانفصال عن الواقع عن الناس؟ يعني هل ترى معي بأن هنالك انفصال من النخبة في هذه المطالب؟ والله نحن للأسف النخبة طبعا منفصلة بفعل فاعل بالأساس اللي هو الأنظمة الاستبدادية اللي فصلت النخبة وعيشتها بجزيرة العلماء بعيدا عننا نحن العامة،
هي اولا. ثانيا للاسف بعالمنا العربي ونتيجه لهذا العامل، يعني بعالمنا العربي بالمحيط البلاد اللي بنعرفها القريبه نحن وما بدي بعيد بسوريا، في علاقه عنصريه احيانا بتكون بين النخبه والسواد الاعظم الناس والعامه، في علاقه انه هذول ما بيعرفوا. نحن كمان من فرقه الناجين، بس بقى كمان فرع ثالث، فرع الثقافه طلع فتح له فروع كثير يا بشر الناجين انه بالنسبه له انه احنا نجونا من من من, من مستنقعات الجهه اللي مجتمعنا وطلعنا، وبصيروا بينزلوا بفوقيه الى الناس، حتى لهدول المشاهير اللي هو احيانا وعن يعني تجارب جدا بسيطه شخصيه، لما بتقابل حدا من هدول المشاهير بين قوسين بين هلالين، ان ابسط يعني ما لهم هبلان ولكن بسطاء، واحيانا وصلوا لهذا المكان بالصدفه، او كثير احيانا وصلوا لهذا المكان بالصدفه. صحيح. ليس صحيح. عن جداره، ليس عن قدره، ليس عن ذكاء، ليس عن خبث، يعني وصلوا بشاءة الأقدار ووصلوا وما لقوا فراغ للأمانة. يعني هو فراغ كان سوشيال ميديا، فجأة انفجر شيء اسمه سوشيال ميديا واجوا عبوه. فالنخبة المشكلة، وهذا الشيء اللي يعني هعرج سريعا جدا على المشروع اللي نحن نشتغل فيه واشتغلنا سوا فيه، وبرنامج حضرتك مشكورا اللي بعشقه بيعمله، هو ردم هاي الفجوة، ردم الفجوة بين النخبة اللي بيعيشوا بجزيرتهم، اللي بيحكوا حكيهم لحالهم وما بيحبوا يشاركونا كثير اللي عم يحكوه، ولما بيشاركونا يا بيحاكون بيقولوا لنا يا بمصطلحات هيك. عم بتصنف حالك خارج، عم بتصنف حالك خارج النخبه، وانت لقبك الجهبذ، يعني انت نخبه النخبه يا الله بشر. الله يخليك الله يجبر بخاطرك. لا لا يعني يعني البرنامج اللي بتعمله حضرتك، هذا الشغل هو الضروره اللي هو بيوصل، يعني بيرقب الصدع، بيوصل الجسر بين النخبه والناس، لانه فعلا يعني تماما مثل ما عم تقول حضرتك انه انفصال النخبه بزمن هو المفروض يكون اكثر زمن النخبه متصله فيه مع الناس. صحيح. لسهوله التواصل. صحيح. يعني انت فيك بكل سهوله تعمل برنامج مثل ضمائر متصلة باختصاصات تانية، يعني أي حدا عنده صحيح يحس عنده القدرة أنه يشاركنا معلوماته، طب قلنا يعني بدك تقلي ما في إنتاج يوتيوب، مسيك الموبايل وصور وحكي لنا، اتواصل معنا، لا تقعد بمكانك البرج العاجي تبعك وتنظر على الناس اللي خلينا نكون صادقين احنا بالنهاية يعني ما اختاروا ما عندهم الخيار الواعي الكبير أنه يتابعوا التافه أو غير التافه، لأنه ما تعلمنا نحن المدارس. طيب. يعني انا اسف بس تفضل. ملاحظه صغيره بس، يعني التيك توك اليوم وانستغرام اليوم وفيديوهات السخيفه وضيعه وقت اليوم كانت موجوده، انا لما كنت صغير قبل السوشيال ميديا كانت موجوده. صحيح. موجوده مسلسلات سخيفه كانت تنعرض، ببرامج سخيفه، بيوميات لبرنامج كان يطلعوا كل يوم 24 ساعه نصورهم شو عم بيعملوا عشان يغنوا اخر الجمعه، نعرف شو عم ياكلوا شو عم يشربوا شو حبوا شو عشقوا، فموجوده السخافه من زمان. يعني ما بدنا كثير نقسى على الزمن الحالي، زمن الحالي اوضح لانه كثير صار في تنوع. صحيح. ووسائل الايصال صارت اكثر، يعني سهل انك تمام. انك توصل. طيب عزيزي، من موقعك بوصفك صانع محتوى مؤثر، مؤثر حقيقي، مؤثر ايجابي، ومن نتابعك ومنحبك طبعا وبنستفيد كثير اكيد، سواء من ديستوبيا عربي او الان من الـ من الـ من الجهبذ، حكيت وركزت بشر على نوع واحد في كل احاديثك، هو نوع منتجي المحتوى الترفيهي او التافه، لكن نسالك عن انواع المشاهير على السوشيال ميديا وأسرار علاقتهم مع جمهورهم، كيف تتم موازنة هذه العلاقة؟ للأمانة بنرجع نقول يعني إذا ما عند إذا ما هو صاحب قضية، بس نفرق يعني في صاحب قضية وفي غير صاحب قضية، وهذا الموضوع ينطبق حتى على الحياة اليومية، إن كنت مشهور أو غير مشهور ومؤثر غير مؤثر. يعني طيب بس خلينا أول شيء نقول إنه المؤثر أو المشهور هو شخص عادي. يعني أنا كتير ضد إنه نقعد نبجله ونرفعه لفوق، يعني هكذا تصنعون طواغيتكم. فيعني مشكلة إنه نعامله كأنه زيادة أو نتوقع منه أزود من البشر العادي، بل العكس، إذا غير إذا هو مو صاحب قضية فهو تاجر وكل ماله عم يصير أشطر بالتجارة، لأنه بالممارسة وعلى سنين طويلة. ففعلا بكل بساطة هو مثل المحل، مثل محل بياع، يعني شو ببيع بيشتغل، وهذا الشيء بنشوفه على السوشيال ميديا، بيطلع ترند غنيه معينه لازم كله يعمل هاي الغنيه، يطلع قدام الكاميرا ويعملها. هلا في صناع محتوى ثاني طبعا، في صناع محتوى يعني قد يكون مفيد، نحن مو بالضروره، بس هذا لا يعني انه تعمل محتوى مفيد انك صاحب قضيه دائم.
وخصوصا قضيه انسانيه وسياسيه، يعني تلمس مواضيع قد تكون حساسه للبلد اللي انت عايش فيه او بتمس جمهورك. يعني خلينا نكون واضحين، يعني القضيه الفلسطينيه طبعا التعامل معها حساس، ولكنه اسهل كمواقف واضحه وحديه يعني من قضايا ثانيه مثل القضيه السوريه. لذلك بشوف القضيه السوريه انه في ابتعاد، انا ما بدي اوجع راسي، بخسر جمهور. القضيه الفلسطينيه احيانا بتكسب جمهور. حتى هون بقى بيدخل كذب، صحيح. تخيل يعني صحيح. هون بيدخل صحيح. كذب انه انا بزت لي بوست، بزت لي صوره، بزت لي كلمه، وهذا بتحسه اصلا واضح. يعني بتفوت لعندهم الممثلين المشاهير باولها، مثلا باول بعد 7 اكتوبر حط صوره وخلص نسي الموضوع، بس هو كانه سجل حضور، يعني فات سجل انا يعطيكم العافيه انا هون معكم بس رح روح. طب احنا شو استفدنا؟ الموضوع اكبر من هيك، الموضوع انه انت عندك وصول لعشرات الملايين، احكي لهم. وهون بقى بتجي حملات مقاطعه المشاهير، اتفقنا معها ما اتفقنا معها، هو عمليا احراج لهدول الناس، يمكن هو جميل. عمليا مثل ما بيقولوا حصره بخانه اليك. ولكن مين ان هدول المشاهير؟ الامانه برجع بقول انا لا اتوقع منهم الكثير، معظمهم لانهم ليسوا اصحاب قضيه ثقافيه توعويه سياسيه اخلاقيه انسانيه، سواء مجتمع على هدول القضايا قضيه واحده او فرادة يعني متفرقه. لانه بياعين مثل اي انسان، يعني مثل اذا رحنا لعند تاجر بنقول ليش ما سكرت محلك وقت الاضراب، بيقول لك بدنا نشتغل. طيب تعال نشوف النتائج عزيزي، عزيزي استاذ بشر. اذا بتتذكر اكيد تذكر، بتذكروا السادة المشاهدين، الموضوع احيانا يدخل ضمن سياق لعبة اعلامية. موضوع اسرائيل وفلسطين تم زج ميسي ورونالدو فيه عبر سنوات، وكلياتكم بتتذكروا بالتاكيد. دائما صح. ميسي دعم اسرائيل، ميسي لعب مع اسرائيل، رونالدو دعم الفلسطينيين في حيث انه ميسي دعم الاسرائيليين. دائم عبر سنوات كانت هذا جزء من الحرب ما بين جمهور ميسي وجمهور رونالدو، أشهر لاعبين في التاريخ، لكن لم يؤدي إلى أي نتائج. الآن نعود إلى الحملة. طيب حسب متابعاتك ورصدك، وطبعا أنا قرأت مبارح تقرير في العربي عن تأثير المقاطعة على بعض المشاهير، الحقيقة الأرقام كانت أرقام الانخفاضات موجودة ولكنها لا تذكر بالنسبة لعدد المتابعين. برأيك هل أثرت تلك الدعوة أو الدعوات المشابهة على المؤثرين؟ هل يجدي الضغط لإحداث تغيير نوعي على المدى الطويل، أم هو تأثير آني فقط؟ هذا إن حصل تأثير آني أساسا، هو أستاذ هو ترند، أنا برأيي مثل أي ترند تاني للأسف، يعني راح ينضوج فيه فترة، وممكن في ناس تتابع بصدق بالمقاطعة وتروج لها، بس رح تهدى، يعني يمكن يومين ثلاثة أسبوع بتهدى. وبس يعني أنا ملاحظ على موضوع ميسي ورونالدو، تذكرت شغلة شفتها لحضرتك حتى يعني بمقابلة، أنه الناس عندنا بتبحث عن أبطال، صحيح، تبحث عن مخلصين، صحيح. فنحن عم نستنى من ميسي ولا من رونالدو ولا من دول المشاهير أنه يكون البطل المخلص، وهو عم يلعب طابة، يعني عم يلعب كرة قدم وما له شايفنا، وحياته مختلفة تماما عن حياتنا يعني. وبالنسبة له تكرما، هو أو غيره، ما عم بحكي عن دول الأشخاص بشكل محدد، يعني هو أو غيره تكرما ممكن يشاركوا، وعلى الأكثر لأنه عندهم فريق بيشغل لهم دائما صورتهم الشخصية، يعني بيشرح لهم شو لازم يعملوا لحتى تكون صورتهم الخارجية بقى أفضل ما يمكن، لأهداف اقتصادية، لأهداف تجارية، يعني لأهداف دبلوماسية، لأهداف عشرات الأهداف. فلا ننتظر مخلصين ولا أبطال، لأنه يعني هذول ليسوا مخلصين ولا أبطال، فينا نحن نكون الأبطال بأنه كل واحد يقاطع لحاله، خلاص قاطعت لحالك، ما عاد فيك تعمل أكثر من هيك، انشور قد ما فيك، أكيد أنت احكي قد ما فيك مع الناس المحيطين. والشيء اللي بنضل منقوله ومنوصي فيه يا أخي، يعني أصلاً أنه لا تتابعهم أريح بكثير، أريح لك لرأسك ولوقتك ولفائدتك، وأريح أنك ما تشوف المواقف. وأنا فعلاً يعني أنا دريت بحملة المقاطعة وشو عم يعني هدول المشاهير من وراء الأخبار آخر يومين ثلاثة، أنه في حملة مقاطعة من قبل، ويعني ما عم ادعي أنه أنا إنسان كثير منيح، بس أنا عم أقول أنه فعلاً ما بتابع، يعني ما بيهمني شوف أنا فلان الفلاني شو أكل اليوم، صح ولا يعني، بس انه يعني بس ليش لحتى اهتم شو اكل بعدين ازعل منه انه اكل الشغلات اللي ما لازم ياكلها؟ صحيح. يصطفل يعني حياته الشخصيه، صحيح صحيح. طيب عزيزي، نوع اخر من دعوات المقاطعه، مقاطعه المشاهير، ظهر ويظهر دائما، وهو يطالب بمقاطعه المحتوى التافه وليس الاشخاص منتجي التفاهه. وهذا الحقيقة يعني دائما بيطلع عن مثقفين وازنين وواعين وناضجين ويشتغلون على التأثير الطويل.
أليس هذا هو الأجدى والأصح والأكثر عافية للمجتمعات، أن ندعو إلى مقاطعة التفاهة والمحتوى التافه بغض النظر عن الأشخاص؟ 100% يعني في عالم اليوم، وطبعا احنا كلياتنا ندعو الى الديمقراطيه والحريات، فما فينا نمنع هدول الناس ينشوا اكيد. ولا انا بالنسبه لي ما بدعي انه حدا والله يمنعهم ولا سكروا التيك توك وسكروا، خلاص موجودين، ولكن البديل ومقاطعتهم، ولكن يعني بعد ما نقاطعهم في مشكله بصراحه، اذا قاطعنا المحتوى مو مقاطعنا الاشخاص، في مشكله وفي فراغ. فراغ بوقت الناس لازم يتعبى بشيء ثاني، هذا الشيء الثاني نتمنى انه يكون مفيد واثري وتوعوي تثقيفي، حتى لو كان ترفيهي مشان الناس ما يفهموا. الترفيه ضروره عزيزي، الترفيه ضروره، ولا تتوازن الحياه بغير الترفيه. يعني ابو حيان التوحيدي، ابو حيان التوحيدي يقول بانه يجب ان نشاهد ونقرا الاشياء السخيفه والاشياء التافهه ونتعرف اليها، لانه لا يمكن ان يظهر الجمال والقيم المعرفي في حياتنا الا بوجود هذا. لا نكابر ولا ندعي. انا احيانا بشر بروح على بيتي تعبان من شغلي بعد 10 ساعات، بقول لزوجتي حطي لنا فيلم تافه بلا أي معنى، أريد أن أسترخي، أريد أن أشاهد لا شيء. هذه حقيقة وضرورة، ضرورة للتوازن، نحن نتعافى بهذه الطريقة. 100% بس فيلم ساعتين باليوم، احنا هادي نحاول مو كل يوم طبعا، فيلم ساعتين. لا مو كل يوم، مو كل يوم ومو 24 ساعة. أنا أكيد. بقى على شو عم شوف فيديوهات وشو قالوا شو عملوا شو، اليوم بدي أعيش يوم كامل باللون بنفسجي وما بتصدقوا ردة فعلي لما أختي، يعني دول الشغلات اللي ما لا تنتهي لا تنتهي. وانا على فكره يعني بلشت عن جد من يومين وصلت لهي القناعه انه الموضوع مو انه نحن عايشين بعصر السرعه، نحن عايشين بعصر الخيارات الكثيره، وبالتالي بيصير عندنا ملل انه طب بركي في شيء احلى، طب بركي في شيء احلى، بركي في شيء احلى. وما بعرف اذا حضرتك شي مره صارت معك وعلقت على التيك توك مثلا، اللي هو انت بيصدر لك فكره انه هو الفيديو طوله دقيقه، بس انت بتشوف 30 فيديو 50 فيديو بتلاقي حالك راح منك ساعات. صحيح. فيديو 200 فيديو انت، فانت صحيح. عمليا هو الفيديو مو قصير، وانت مو مشكلتك السرعه، مشكلتك انه كتار الخيارات قدامك وعندك دائما جوع انه نحن دائما نروح نشوف الاكثر. صحيح. انا برايي بس لكمل النقطه تبع الترفيه، انه الترفيه والمحتوى التثقيفي والتوعوي اللي المفروض يكون بديل لهذا المحتوى التافه، لانه نحن عندنا يعني شقفه وقت، بلوك وقت بدنا نروحه بشكل او باخر. بس مشكله المحتوى التثقيفي او التوعوي او انتاجه صعب بالمقام. صحيح. الاول لازم يكون مدعوم من الحكومات والدول. صحيح. وهذا الشيء طبعا عم بيصير تقريبا عكسه من معظم الدول العربيه والاجنبيه للامانه، يعني قد يكون طبعا الحاله العربيه دائما بتجي أسوأ بكثير، حتى بس بالدول الاجنبيه في دعم دائم، وحتى السوشيال ميديا نفسها الخوارزميات تبعها بتدعم المحتوى اللي بيوصل للمراهقين والمستوى والمحتوى السخيف. هذا شيء حقيقه، انه هدف تجاري بالنهايه، هدف ربحي، لا نعاملهم كملائكه لا للمواقع لا للتطبيقات ولا لصناع المحتوى، هدول تجار هن بالنهايه. فالمحتوى المفيد والتثقيفي والتوعوي مكلف، مكلف من ناحيه الموارد البشريه، منين بدك تجيب ناس تعرف تكتب وتعرف تشتغل، بدك فرق، ما هي بتمسك الموبايل وبغني غنية، يعني كثير بسيط الموضوع. وهذا دعم الدول، دعم المؤسسات، يعني ما لها سهله القصه، مثل ما قلنا الموارد البشريه هي بدها اموال وراها لتعمل مسلسل حلو او فيلم حلو، حتى لو كان يعني في افلام تافهه في افلام سخيفه، ولكن في صنعه. صحيح. في صحيح. في شيء حلو، في شيء مضحك، في شيء بخليك تبتسم، صوره حلوه، صوت حلو، ممثلين عم يأدوا باداء جيد، حتى لو قصه حب لا طائله منها، يعني ما بتفيد، ما استفدت شيء، بس فيك يعني بشكل او باخر تستفيد من صوره من بلد جديد شفته من. ولكن هذول الفيديوهات للاسف التكرار، انا مثلا هذا الترند اكتشفته من يومين، الترند الهندي بيعملوا مكياج من شو واحده هنديه، فبطلع انه في 6000 مؤثره عاملين نفس، طبعا ما بعرف تسميه المؤثره غريبه، بس 6000 انسانه عامله نفس الغنيه. طب ما عم نعيد يعني، مثل اللي فتح محل شاورما فصاروا كلهم بيعملوا محل شاورما جنبه. صحيح. يعني لا الموضوع ما له نهايه للاسف. فمقاطعه المحتوى اكيد انه نمنعه، ما فينا اي حريه، بس نقاطع محتواهم ونعبي الوقت نفسه اللي راح ساعتين باليوم 3 ساعات، نحاول نعبيهم مثل ما قلت تماما حضرتك، ترفيه مفيد. صحيح. يعني او شغلات ثانيه مسليه، محتوى يعني عادي، هي للامانه الموضوع عادي، كيف اول اسبوعين ثلاثه بالنادي الرياضي تعضل تتعب. صحيح. بعدين تتعود. نفس الشيء القراءة، نفس الشيء الوثائقيات، أنا أول شيء كنت أشوف وثائقيات مل. بعدين هلا شوي شوي وأنا عم باكل بتفرج على وثائقيات بدل المسلسل. يا سلام. بكل صدق وأمانة يعني. كنت بدي أسألك عن الحلول المقترحة الحقيقة لتخفيف المحتوى التافه، فأعطيتني لوحدك الحلول المقترحة. الترفيه ضرورة،
اللا معنى ضرورة كما هو المعنى ضروري، والتوازن بيناتهم كتير ضروري، لكن أن نتحول إلى أنتاج واستهلاك التفاهة لتطغى على حياتنا، هذه هي الكارثة والمقتل. حديث كان ماتع جدا وشيق جدا، وكما هو دائما معك أستاذ بشر نجار، أشكرك شكرا جزيلا، صانع المحتوى المعروف الأستاذ بشر نجار، شكرا جزيلا لك. الله يخليك، شكرا، شكرا لكم على الفرصة الحلوة، شكرا. الآن إلى الأكاذيب التي نحبها، واليوم أحقق لكم قصيدة حلقت شهرتها في الآفاق واستشهد بها العشاق في صحوهم ونومهم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ليست للحلاج قطعا ولا علاقة للرجل بها، وإليكم أصلها وفصلها. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني واسفا من قلبك القاسي، ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. هذه القصيدة العين التي سارت بها الركبان وصدحت بها أصوات المغنين قديما وحديثا وتنهد على إيقاعاتها العاشقون المتيمون، تنسب عند عامة الناس وبعض خاصتهم للشاعر الصوفي والفيلسوف الشهير الحلاج الحسين بن منصور، الذي توفي مقتولا عام 309 للهجرة على يد الخليفة العباسي المقتدر بالله بعدما مثل به لاتهامه بالزندقة. ونظرا لشهرة الرجل فقد حملت عليه الكثير من الأشعار، ومنها هذه القصيدة الرائعة. وليس من العسير على باحث أن يتبين خطأ نسبتها للحلاج، فهي عند سائر المحققين الذين حققوا ديوان الحلاج، وهو من جمع المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون، هو أول من جمع وأصدر ديوان الحلاج وكتاب الطواسين مطلع القرن العشرين، هي عند جميع المحققين منسوبة للحلاج وليست من شعره. فالقصيدة إنما وجدت في ديوان الحلاج لنفي نسبتها إليه وليس لإثباتها، وهذا ما نجده مثلا في تحقيق محمد باسل عيون السود الذي يريد القصيدة بحرفيتها، مؤلفة من 7 أبيات في القسم الثاني من الكتاب الصفحة 180 تحت عنوان أشعار تنسب إلى الحلاج. أما التحقيق الأهم الذي بيّن مرجعيات القصيدة ونسبة معظم أبياتها فهو كتاب شرح ديوان الحلاج للدكتور كامل مصطفى الشيبي، الذي اشتغل 15 عاماً على تحقيق الديوان، وجاء كتابه الصادر عن نشرات الجمل في 576 صفحة. في الصفحة 401 من الكتاب نجد فصلاً بعنوان أشعار نسبت إلى الحلاج، وتحت هذا الفصل في الصفحة 459 نجد القصيدة الشهيرة والله ما طلعت شمس ولا غربت. يقول الدكتور مصطفى الشيبي في تحقيقها: في هذه المقطعة تضمين لشعر من أبي نواس يتمثل في البيتين الرابع والسابع، وهما مثبتان في ديوانه، ويقصد بهما: ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس، ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وبالعودة إلى ديوان أبي نواس في عدة تحقيقات، منها الصادر عن مطبعة مصر عام 1953 بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، نجد البيتين ضمن القصيدة الآتية في الصفحة 265. يقول أبو نواس: إني عشقت وهل في العشق من باسي، ما مر مثل الهوى شيء على راسي، ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. ما للعداة إذا ما زرت مالكتي كأن أوجههم تطلى بأنقاسي، الله يعلم ما ترك زيارتكم إلا مخافة أعدائي وحراسي، ولو قدرنا على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس، وقد قرأت كتابا من صحائفكم لا يرحم الله إلا راحم الناس. يواصل الدكتور كامل الشيبي تحقيقه بالقول إن القصيدة أقرب إلى روح النصوص التالية ومأخوذة منها أو مبنية عليها من قبل شاعر مجهول. والقصائد وفق ترتيب الدكتور الشيبي هي: أولاً قول جنادة العذري:
لو جز بالسيف راسي في مودتها لمر يهوي سريعا نحوها راسي، ولو بلي تحت أطباق الثرى جسدي لكنت أبلى وما قلبي لكم ناسي. أو يقبض الله روحي صار ذكركم روحا أعيش بها ما عشت في الناس، لولا نسيم لذكراكم يروحني لكنت محترقا من حر أنفاسي. ثانيا، غناء صبية في مجلس الرشيد من تلحين أخته العباسة. يا موري الزندي قد أعيت قوادحه، اقبس إذا شئت من قلبي بمقباسي، ما أقبح الناس في عيني وأسمجهم، إذا نظرت فلم أبصرك في الناس. ثالثا، صوت من صنعة محمد بن عمرو المغني الكوفي، قال فيه: بان الحبيب فلاح الشيب في الراس، وبت منفردا وحدي بوسواسي، ماذا لقيت فدتك النفس بعدكم من التبرم بالدنيا وبالناس، لو كان شيء يسلي النفس عن شجن سلت فؤادي عنكم لذة الكاس. رابعا، قول العباس بن الأحنف: لو يقسم الله جزءا من محاسنها في الناس طرا لتم الحسن للناس، يا فوز ما ضر من يمسي وأنت له أن لا يفوز بدنيا آل عباسي، أبصرت شيبا بمولاها فوا عجبا منه يراها ويبدو الشيب في الراس. وبعد استعراض هذه النماذج وثبوت نسبة بيتين من القصيدة لأبي نواس، يخلص المحقق الدكتور كامل الشيبي إلى القول: من هنا لا نجد بدا من الحكم بأن هذه المقطعة ليست للحلاج وإن رواها له كل من رواها. وبمتابعة بحثنا وجدنا البيت الشهير ديني لنفسي ودين الناس للناس في كتاب السرير الرفاء، المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، في قصيدة غير منسوبة، يقول في الصفحة 386 من الكتاب: وقال آخر: يا ساقي القوم إن دارت إلي فلا تمزج، فإني بدمعي مازج كاسي، ويا فتى الحي إن غنيت من طرب فغني وحربا من قلبك القاسي، الصخر ألين لي من قلبك القاسي، يا من طواني وحيا كل جلاسي، مالي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس، إن كان عهدكم كالورد منصرفا فإني عهدي لكم أطرى من الآسي. والسرير الرفاء ولد بعد وفاة الحلاج بسنوات قليلة، ولم ينسب البيت أو القصيدة له، وهذا حال كثير من قصائد الحلاج، نسبها إليه محبوه وتناقلوها حتى ضاع اسم صاحبها وسقط من صفحات التاريخ. فرحم الله الشاعر المجهول العظيم الذي أتحف العشاق بهذه القصيدة البديعة. ودائما سنغني: والله ما طلعت شمس ولا غروبات إلا وحبك مقرون بأنفاسي. مرحبا مجددا إلى أساطير الشعوب، واليوم يحدثنا الدكتور موسى الحلول عن أساطير سد مأرب وانتقالها إلى أفريقيا، وعن الحاكم الذي هجر مدينته بسبب جرث. كثيرة هي الأساطير التي حيكت حول سد مأرب دكتور، من أين بدأت وكيف انتقلت؟ القصة العربية هي أن حاكم مأرب الملك عمرو بن عامر رأى في المنام، أو رأت بالأحرى كاهنته، أن هناك جرذ، أن هناك جرذا ينقب في أحجار السد. فلما ذهب رأى فعلا هذا الجرذ يعني ينقب في جدار السد، فقرر أن يهاجر لأنه خاف من الطوفان، وطبعا خشي من أن يضحك الناس من عقله ويقولوا جن هذا الرجل أو شيء من هذا القبيل. فرتب مع ابنه الأصغر، رتب لإقامة وليمة كبيرة جدا لأهل سبأ، ورتب مع ابنه الأصغر أن يعني يجادل بعضهما بعضا. ففي هذه المأدبة جرى الحديث كما هو مرتب له بينه وبين ابنه الأصغر، فاشتد الجدال،
فقام ابنه وشتمه وصفعه. طبعا بترتيب من الترتيب بينهما. نعم. اختلاق مشكلة. اختلاق مشكلة. هي مسرحية. هي مسرحية مرتب لها. فطبعا غضب القوم. فهو في تلك المناسبة قال: والله لا أبقى في بلاد يجري لي فيها ما جرى، وابني الأصغر يشتمني ويضربني. فأقسم أن يغادر وقرر بيع أملاكه، ثم ينتقل إلى منطقة أخرى من الجزيرة العربية. وثم حدث بعد ذلك حقيقة سيل العرم الذي ذكر في القرآن الكريم. الطريف في الأمر أن هذه القصة انتقلت إلى تنزانيا في أفريقيا. إلى تنزانيا؟ نعم. ماذا فعل بها التنزانيون؟ ماذا فعل بها التنزانيون؟ هناك جزيرة في أقصى الجنوب على الحدود في المحيط الأطلسي، طبعاً آسف، في المحيط الهندي، فعلى الساحل الشرقي لتنزانيا. هناك جزيرة صغيرة اسمها كيلوا كيسيواني، وكان حاكمها يدعى ميرمبا. هذا الرجل اكتشف في يوم من الأيام، وهو طبعا لم يكن في الجزيرة، إنما كان في الأرض أو البر الرئيس لتنزانيا، فرأى في يوم من الأيام أنه في بعض الأوقات عندما ينخفض المد يستطيع أن يخوض إلى الجزيرة، فقرر أن ينتقل ويسكن في تلك الجزيرة ليصبح حاكما عليها. القصة تقول إنه في القرن، طبعا لا تذكر يعني الإطار الزمني، نعم، لكن عندما عدت أنا فتشت وجدت أن هذه حقيقة، أن هناك حاكم شيراز اسمه الحسن بن علي الشيرازي، وفي بعض الروايات الحسين بن علي الشيرازي. وهذا كانت هجرته في القرن الحادي عشر الميلادي من مدينة شيراز إلى تلك الجزيرة، إلى جزيرة كيلوا كيسيواني. هذه حقيقة تاريخية. إلى الجزيرة التنزانية؟ نعم، هي الجزيرة التنزانية من شيراز. نعم، من شيراز. فهاجر من هناك وكان يسير بمحاذاة الساحل الشرقي لأفريقيا إلى أن وصل إلى جزيرة كيلوا كيسيواني واستقر فيها. لكن الأسطورة التي تتحدث عن هجرة علي بن حسين الشيرازي أو الحسين الحسن أو الحسين بن علي الشيرازي أخذوها من قصة هجرة أو من هيرسد مأرب. تقول القصة إن علي بن حسين الشيرازي رأى في المنام دمارا آتيا إلى مدينته، فقد رأى جرذا، لاحظ نفس القصة، رأى جرذا له خطم من حديد يحفر في أسوار المدينة. هناك عندنا سد، هنا عندنا أسوار مدينة، لكن عامل الخراب هو واحد، الجرذ. فرأى الجرذ يحفر في أسوار المدينة وظل يحفر فيها إلى أن ضعفت فانهارت. وأيضا خشي هذا الرجل من انهيار المدينة، وطبعا تبقى من دون حماية طبعا، فقرر أن يغادر شيراز. ولكن كيف يغادر؟ عمل نفس الترتيبة، نفس المسرحية، لكن هذه المرة الترتيب مع ابنه الأكبر، نفس القصة، مأدبة يحصل فيها جدال بينه وبين ابنه الأكبر، ثم أيضا يثور القوم يقولون له دعنا ننتقم منه، ثم يأبى يبيع أملاكه ثم يغادر. نفس المسرحية تماما. نفس المسرحية تماما. وهذا فعلا ما حصل تاريخيا. نعم، علي بن حسين الشيرازي غادر إلى واستقر في جزيرة كيلوا كيسيواني التنزانية، لكن جيء بالقصة العربية وألبست لهذا الرجل تماما، تماما نفس القصة، نفس تماماً. المسرحية تماما. الطريف في الأمر أنه حقيقة يعني حتى أجريت قبل سنة دراسات من قبل الأمم المتحدة، اختبار فحص دي ان اي لسكان جزيرة كيلوا كيسيواني، فوجدوا أن 30% من السكان لهم أصول فارسية. إذن فعلا من شيرازهم؟ لا، نعم، من أصول فارسية. أصول فارسية. وهناك أيضا دم عربي، وبتعرف يعني هناك كان يعني استعمار عماني حقيقة للساحل الأفريقي،
ويعني استعمروا العمانيين حقيقة، كان صحيح صحيح في شرق أفريقيا، في تنزانيا، صحيح في كينيا، كان هنالك مد عربي كبير تحديدا العمانيون واليمنيون. تماما صحيح. تمام. وأيضا أدخلوا اللغة، يعني نشأت بالأحرى لغة هجينة ما بين اللغات الأفريقية واللغة العربية تسمى اللغة السواحلية. السواحلية نعم، موجودة في الصومال وكينيا وتنزانيا. فهذه هي قصة انتقال هذه القصة من سبأ إلى كيل وكيسواني. لكن هنا دكتور يمكنك أن تحكم تماما بأنها مأخوذة، يعني هم أخذوها، لأنه المؤثر نعم. أول شيء الأسطورة العربية هي الأقدم، نعم، وثاني شيء العرب فعلا تمددوا إلى تلك المناطق ونقلوا ثقافتهم وحكاياتهم وأساطيرهم. نعم صحيح. يعني هل تقول بأنها بالتأكيد منقولة حرفيا يعني؟ قولا واحدا، أنا ترجمت بال2017 كتاب اسمه أساطير النشوء الأفريقية لصديق أمريكي اسمه ستيفن بيلتشر، وهو من مواليد القاهرة بالمناسبة، فجمع فيه عدد كبير جدا من أساطير النشوء الأفريقية، وفي بعض المصادر التي نقل منها يعني من أصحاب هذه المؤلفات يقولون إن هذه القصة أخذت من هذه القصة أو الأسطورة العربية الفلانية، يعني مثلا مثبتة يعني. نعم نعم هذا ثابت. نعم. الطريف في الأمر أنه في الاستعارات الأفريقية من الحكايات أو من التراث العربي الإسلامي أيضا رافقت المد العربي الإسلامي. مثلا عندما كانت السطوة للعرب كانوا يأخذون من العرب، عندما أصبحت السطوة للفرس أصبحوا يأخذون من الفرس، وعندما أصبحت السطوة للعثمانيين أيضا بدأوا يأخذون من ثقافة العثمانيين. الغالب بالضبط، يأخذون من ثقافة الغالب وينسبون أنفسهم إلى ذلك، ولكن يعني يجعلونها محلية تماما، أبطالهم أسماءهم بالضبط يلصقون عليها سماتهم بالضبط. يعني مثلا يمكن أن أقول في عجالة، تعرف قصة الزير سالم؟ نعم. عندما أراد العبدان أن يقتله فأرسل إلى ابنته بيتا من الشعر كان صحيح. فيه رسالة مبطنة صحيح. لكي تعرف ابنته أن هذين هم من قتل والدها قتلته. نعم. نفس هذه القصة وجدتها في إحدى الأساطير في غرب أفريقيا، وفي كتابي الذي ترجمته أساطير النشوء الأفريقية ذكرت أنا أو وجدت إما 16 أو 18 لم أعد أذكر، إما 18 أو 16 حالة لا جدال على أنها أخذت من التراث العربي الإسلامي بسبب الاحتكاك وبسبب الفتوحات الإسلامية. نعم. التأثر نعم. دكتور والجوار واضح والجوار أيضا الجوار نعم. والتأثر والغلبة الثقافية أيضا تماما، الناس تأخذ من الغالب أكيد، وعندما لم نعد غالبين لم يعودوا يأخذوا منا أكيد، أخذوا من غيرنا لم يأخذ منا إلا أخذت إسرائيل منا الفلافل، صارت تدعيها لنفسها ولكن هذه يعني ليست أسطورة، هي حقيقة. الفلافل هو حقيقة. نعم نعم. وتراثنا وحقيقتنا وملكنا. نعم نعم. نعم. ولا نستطيع أحد سرقته يعني. أكيد أكيد إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع الأساطير التي نحبه إن شاء الله. شكرا لك جزيلا. شكرا. نودعكم مع زمان جديد لإحياء الأغنية السورية وأغنية اليوم بصوت الفنانة رولا قادري، يا فجري لما تطل، وهي ليست أغنية مصرية كما يظن البعض بل لبنانية سورية، لحنها وغناها أول مرة مصطفى كريدي عام 1948، ولكنها لم تشتهر فأعطاها لصديقته الفنانة لارا كيروز المعروفة بنهواند، واشتهرت بصوتها عام 1956. استمعوا واستمتعوا بها أيها الأحبة، إلى اللقاء. محبوبي قابل الكل.
يا فجري